السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم طلبه طلبات الصف الاول الثانوي ان شاء الله نبدأ النهارده حلقه جديده في الفيزياء هناخد قانون التجاذب المادي قانون التجاذب المادي قانون التجاذب المادي او قانون الجذب العام قانون التجاذب المادي عشان نفهمه بنكتب العلاقة الرياضية الأول وبعد كده منه بنجيب القانون والحاجات اللي احنا ايه عاوزينها منه أولا أولا F هي القوة تتناسب طرديا مع M1 دي كتلة جسم M2 كتلة جسم تاني D يعني مسافة تربيع دي العلاقة الرياضية العلاقة الرياضية دي هنبدأ نطلع منها نص القانون ونبدأ نستنتج وحدة القياس لثابت الجذب العام اللي هنجيبه الوقت طب نص القانون بيقول لي ايه قوة الجذب قوة التجاذب المادي بين جسمين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما تاني قوة الجذب او التجاذب المادي بين جسمين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافه ايه بينهم يبقى نص القانون نقوله كتابه قوه قوه التجاذب المادي بين جسمين تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما، تاني قوة التجاذب المادي بين جسمين تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما. وعكسيا مع مربع المسافه بينهم. طيب في الفيزياء والرياضه عشان نشيل علامه التناسب في شرطين ان احنا نضع علامه يساوي الشرط الثاني ثابت والثابت اللي هنا سموه ثابت الجذب العام وله رمز حرف جي كابتل يبقى ثابت الجذب العام له رمز اللي هو جي كابتل الاف هتفضل زي ما هي <applause> احنا شلنا علامه التناسب شلنا علامه التناسب حطينا علامه يساوي وثابت الجذب العام وقلنا الرمز بتاعه جي كابتل مضروبه في نفس المقدار ام 1 ام 2 على دي تربيع طيب يعني نهايه المطاف في هذا القانون الاف بتساوي جي ثابت الجذب العام مضروب في ام 1 ام 2 على دي تربيع قلنا القانون قلنا العلاقة الرياضية وقلنا العلاقة الجديدة اللي احنا طلعناها بثابت ايه؟ الجذب العام. طيب <applause> عايزين نقول ايه بقى؟ بالراحة خالص كده وبهدوء عايزين نجيب ثابت الجذب العام ثابت الجذب العام. ثابت الجذب العام اللي هو جي عايزين نجيبه لوحده كده في الطرف الايسر عشان نعرفه ونشوف وحدة قياسه ايه؟ ونبدا نشوف مسائل على قانون التجاذب المادي اولا عاوزين نجيب ثابت الجذب العام في الطرف الايسر الرياضه والفيزياء في قانون موحد في الرياضيات لما نكون عاوز الجي اضرب في المعكوس الضربي بتاع المقدار المضروب في الجي طب المعكوس الضربي بتاع اللي مضروب في الجي ايه عندي المعكوس الضربي هتبقى دي اتنين او دي تربيع على ام 1 ام 2 طيب لازم اضرب هنا كمان اه ما انا عامل دي عشان استفيد من الخاصية دي هنا دي تربيع خلاص مضروبه في ام 1 ام 2 هنكنسل دي مبدئيا بالراحه كده هنكنسل دي عادي اذا فعلا الناتج اللي هيطلع لي الجي اللي هو ثابت الجذب العام اللي انا عاوز اجيبه هيساوي الاف مضروبة في المقدار اللي أنا خرجته بره بتاع المعكوس الضرب على M1 M2 طيب ثابت الجذب العام بقى ما أجي أعرفه أولا ثابت الجذب العام بنعتبره كمية مشتقة و F قوة أساسية اللي خدناها في الترم الأول يبقى في كميات فيزيائية أساسية زي القوة كميات فيزيائية قياسية زي ثابت الجذب العام طب عايزين نعرف ثابت الجذب العام بمعلومية القوة الأساسية او الكميه الايه الاساسيه امتى الجي تساوي الاف او الاف تساوي الجي اذا كان كلا من الكميات الاخرى مساوي الواحد يعني اذا كانت المسافه بواحد متر اذا كان الكتله بواحد كيلو جرام والكتله الثانيه بكيلو واحد كيلو ايه جرام يعني ايه برضو يعني لو انا شلت الدي وخليتها واحد متر لو شلت الام تو خليتها واحد كيلو جرام الام 1 خلتها واحد ايه كيلو جرام يبقى الوقت هنا اهو في البسط واحد متر المقام كيلو جرام في كيلو جرام هستفيد ايه من الكلام ده في اللحظه دي القوه هتساوي ايه الجي يبقى نقدر اعرف الوقت تعريف ثابت الجذب العام مهم جدا جدا في النظام الجديد والقديم ثابت الجذب العام تعريفه نعرفه ازاي بقى كده من القانون ومن العلاقه زي ما قلنا دي حلاوه الفيزياء العلاقه الرياضيه ومنها بنعرف <applause> التعريفات اللي عندنا ثابت الجذب العام عشان نعرفه بمعلومية الاف سوانا كل المقادير المضروبة ومقسومة على الاف بالواحد يبقى واحد كيلو جرام انا يعني يهمنا واحد في واحد بواحد وفي واحد هنا في البسط يبقى واحد على واحد في واحد يعني كأن ايه فعلا الاف بتساوي ايه الجي إيه؟ نبدأ نعرف بقى لما نيجي نعرف ثابت الجذب العام بنعرف ثابت الجذب العام هو قوة الجذب المتبادلة بين جسمين الشرط اللي احنا قلناه نبدأ نوضحه بين جسمين كتلة كتلة كلا منهما واحد كيلو جرام والمسافة بينهما واحد متر نقول تاني تعريف ثابت الجذب العام قوة الجذب المتبادلة بين جسمين كتلة كل منهما واحد كيلو جرام والمسافة بينهما ايه؟ واحد متر. ده تعريف مين؟ ثابت الجذب العام. طيب ثابت الجذب العام طلع لي من شوية جي بتساوي اف دي اتنين على ام 1 ام تو. طيب انا عامل دي ليه؟ انا عاوز اجيب وحدة القياس. يبقى اللي انا هقوله دلوقتي وحدة قياس ثابت الجذب العام واحد قياس ثابت الجذب العام نجيبه اه نجيبه ازاي القوة نيوتن دي تربيع عن ام في ام يبقى ام تربيع على كيلو جرام مضروب في كيلو جرام طب ما نظبط العملية دي شوية كده يبقى تساوي ان مضروبة في ام تربيع يا اما نعمل علامة شرطة كده كيلو جرام تربيع أو نقول إن مضروبة في الإم تربيع نقطة يعني مضروبة في كيلو جرام أس سالب اتنين مهم جدا الكلام ده يبقى الوقت هنا ثابت الجذب العام كوحدة قياس يا إما نيوتن مضروبة في متر تربيع على كيلو جرام تربيع أو نيوتن مضروبة في إم تربيع مضروبة في كيلو جرام أس سالب إيه اتنين مسألة صغيرة وبسيطة مسألة طبعا ثابت الجذب العام ده له رقم بالدهولة في المسألة وممكن أثبته في دماغي ستة سبعة وستين من مية في عشرة أس سالب إيه؟ حداشر الرقم ده معلش بعد معرفة وحدة القياس ما سيبوش كده يعني أكتب إيه؟ أكتب بعد ديت وحدة القياس دي على طول يبقى الوقت هنا كتبت رقم أهو رقم ثابت الجذب العام إذا علمت أن ثابت الجذب العام ستة سبعة وستين سبعة وستين من مية في عشرة أس سالب حداشر نيوتن مضروب في متر تربيع على كيلو جرام تربيع مسألة بيقول لي احسب قوة التجاذب المادي بين جسمين كتلة كل منهما كلا منهما بيساوي مثلا خمس تلاف كيلو خمس تلاف كيلو جرام خلاص او كتلة احدهما ممكن نقول كتلة احدهما كتلة احدهما خمس تلاف وكتلة الأخرى عشرين ألف أنا بكتر في الأصفار عشان بقدر الإمكان ممكن نشيل أرقام مع الأيه الأُس عشان نعرف نحسبها ازاي يبقى كتلة الأخرى عشرين ألف ودي خليها خمسين أيه ألف يعني ممكن ايه عشان الأُس اللي هو ايه عشر أُس سالب ايه حداشر خلاص والمسافة المسافة بينهما والمسافة بينهما اتنين اتنين والمسافة بينهما واحد متر طبعا هيقول لي ثابت الجذب العام ايه جي هتساوي طبعا انا مالف ارقام عشان محدش يستغرب الارقام دي يبقى الوقت هنا الى حد ما بنحسبها عشان اعرفكم برضو اختصارات الاس في المسألة ثابت الجذب العام زي ما طول فوق ستة سبعة وستين من مية فعشرة اس سالب ايه حداشر طبعا هو عاوز القوة هتساوي قوة التجاذب المادي هتساوي الجي اللي هو هنعمله بقى في البسط كله مع بعضه ستة سبعة وستين من مية في عشرة أس سالب حداشر المفروض ده على السطر ده احنا طلعناه في البسط عشان نكون بس مع بعض في القانون مضروبة في ام وان ام وان خمسين الف في ام تو اللي هي عملنا عشرين الف كتر اصفار على قد ما يمكن ادي تلاتة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحدة كمان تبقى إيه؟ عشرة خلاص على واحد في واحد طبعا الأصفار دهيت فايدتها إن إحنا نحاول نكنسل حاجة مع العشرة أس سالب حداشر عشان تبقى سهلة بالنسبة لنا خلاص ولذلك برضو ممكن بقدر الإمكان نزود أرقام. عشان الأس اللي فوق ده يروح يبقى الوقت هنا يعني ده ممكن نعملها ميتين ألف هنزود صفر كمان وهنا اهوت خمسمية ألف هنزود صفر كمان يبقى كده هنضيع الأس اللي عندنا خالص ممكن يضيع الوقت هنضيع هنزود صفر هنا كمان يبقى في الحالة دهيت بقت خمسمية ألف وميتين ألف، ندي الأرقام كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة، والاتنين في خمسة بكام؟ بعشرة يبقى عشرة أس إيه؟ حداشر، يبقى إحنا لو خدنا بالنا أنا عملت ليه كده؟ الرقم اللي فوق الرقم اللي في البسط ستة وسبعة وستين من مية في عشرة أس سالب حداشر موجودة في عشرة أس موجب حداشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة والاتنين في خمسة بعشرة يبقى عشر يبقى احنا كنسلنا الاسس قصاد بعضها يبقى القوة اللي طالعة لي طالعة لي نفس الرقم بس اللي طالع ستة وسبعة وستين من مية نيوتن طبعا في مسائل موجودة بقى عندنا في الكتاب وموجودة في المحافظات وموجودة في الاسئلة الجديدة هنحاول نجيبها بس انا يهمني نص القانون <applause> اطبقه صح ومراجعة سريعة بقى كده قانون التجاذب المادي عرفناه عرفنا ثابت عرفنا. <applause> الجذب العام بدأنا نعرف وحدة القياس ومهمة جدا 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 وحدة القياس نيوتن متر تربيع على كيلو جرام ايه كل تربيع مسألة سهلة بس لقطرنا الاصفار فيها لان دي كان ممكن نقول خمسة في ايه عشر أس خمسة وديت 2 في 10 اس ايه 6 ونجمع الاسس ما فيهاش مشكله ولكن بقدر الامكان ايه؟ طلعنا الناتج 6 و67% كنسلنا برضه 10 اس سالب 11 اللي موجوده في ثابت الجذب العام مع 10 اس 11 اللي احنا طلعناها دلوقتي يبقى الناتج النهائي طلع كام؟ 6 و67% دي كان موضوع النهارده في الفيزياء قانون التجاذب المادي ويعتبر من الاثباتات المهمة عندنا هو وسابة الجذب العام ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم وتشاركوا الفيديوهات مع زمايلكم عشان كلنا يستفيد وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته